ماشي، اتفضلوا اتفضلوا اسمعوا وشوفوا قدامكم شو عملت لكم. انا شو يا رجال، يا انت يا علي مع الحق، ارفع يدك وكل رجال واحكي نفس الحكي اللي قلته اللي انت عاهرة قدامهم. تفضل انت يا علي مع الحق، عم تسمع ولا ما عم تسمع؟ عم تسمع ولا ما عم تسمع؟ انت بتكون انت تبع بغرفة الغدير، انت بغرفة الغدير، انت قلت لي انك بغرفة الغدير صح؟ ما شاء الله على هيك غرفة شيعية تجي تطعن بنات الشيعة، يا عيب الشوم عليك، يا عيب الشوم عليك، يا عيب الشوم، يا عيب الشوم عليك، يا عيب الشوم، يا عيب الشوم. ما بعرف شو بدي اقول، يعني ابو حيدر و 12 امام، ما بعرف ما بعرف شو بدي اقول. تفضل يا ابو حيدر تفضل. تاخذ المايك يا علي، علي مع الحق تاخذ المايك. عم تسمع يا علي مع الحق؟ في صوت يا ابو حيدر، عم تسمعوني؟ نعم، شكرا يا ابو علي. يا ابو حيدر، علي مع الحق عم تسمع؟ خذ المايك تفضل، لك المايك، لا تنط ابو حيدر، خليه ياخذ المايك اسمع منه تفضل. اللهم صل على محمد واله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين، من السخيفة مرورا بالبعث حتى قيام يوم الدين. والله ما اعتذر اذا ما تعتذر سمر، والله لو اعرف اكسر الحاسبة وما ادخل النت واعاشر الوهابية، والله ابيع ديني اذا ما تعتذر سمر. والله نزلت المستواها وفشرت، ولا ما غلطت، غلطت نعم، لانه تجاوزت 3 مرات على العام، وطلبت من مارسيدس انه تعتذر، وطلبت من الاخ محب الكوراني قلت له خل تعتذر، وطلبت من الاخ رعد ما اعرف اسمه قلت له خل تعتذر، وما اعتذرت. وعينك عينك، وتقول لي عندك وجه تقابلني، وعندك وجه بعدك بالغرفه، وعندك وجه، كرامتي تسوى سمر، وتسوى ابو سمر، وتسوى اسياد سمر، افتهميت انا الشيعي، وغصبا على سمر، وغصبا على ابو سمر، لانه اتهمتها، لانه اخلاقها اخلاق بنات حازميه مو اخلاق بنات حزب الله. تفضل ابو حيدر اخوي، لك المايك. شوف يا علي، شوف يا علي، شوف، في عندي صوت، انا بدي اقول لك كلمه شغله. يلعن ابوك على ابو لبنان، على ابو العراق، عرفت؟ على ابو هيك شيعه انت بتمثلهم، فاهم شو؟ والشيعه براء منك، فاهم؟ اللي بيقول لوحده شيعيه انت عاهره، ما حدا هو الا هو العاهر ومشكوك فيه بصراحه، اللي بيقول لوحده شيعيه هيك، يا عيب الشوم عليك. هاي اول شغله. ثاني شغله، انت اول ما فتت، نعم نعم انا غير شريفة، نعم، لاني بقول الحق، بدكم وحدة تكون مثلكم، عرفت؟ بدكم وحدة تكون مثلكم، بدكم وحدة تكون مثلكم، انا بقول الحق مش شريفة عندكم يا شيعة، مش مشكلة. شوف يا علي، بدي لك شغلة، انت اول ما دخلت بدل ما تعلق على الوهابي علقت علي انا، عرفت؟ بدل ما تعلق على الوهابي ترك، عرفت؟ عرفت؟ مولاي 12 امام، ما شفت الكلام اللي كتب لي اياه؟ بيقول لي انت عاهره، وقال والله انت عاهره، والله انت عاهره، ما خلى كلمه ما قال لي اياها. مولاي 12 امام، انتوا عارفيني اكثر الناس من انا، انا الوهابي ما بيسترجي يقول لي انت عاهره، اجى الشيعي اخر الزمن يقول لي انا عاهره، انا ابرأ من الشيعه، انا اليوم رح اطلع على اكبر وحده غرفه سنيه بالبالتوك واعلن، اقسم بالله اعلن تسنن الليله، الليله اعلن تسنني، الليلة بعلن تسنني، وأنا أبرأ من مذهب الشيعة، وخلي لك الشيعة إلك يا علي، وحتشوف يا علي، الليلة حتكون ضربة قاضية لإلك، ولكن رب هالمذهب، ما بدي بقى هالمذهب، منيح؟ المذهب اللي أنت بتمثله أنا ما بدي إياه. المذهب اللي أنت بتمثله ما بدي إياه. فاهم؟ ما بدي إياه للمذهب، المذهب اللي بيقول لي ابن طينتي وابن مذهب وابن طينتي وابن علي يقول لي أنت عاهرة، والكلب الوهابي ما قال لي إياها. هيدا ما بدي اياه. الوهابي صار احلى منك. الوهابي سنين وسنين على البالتوك ما قال لي عاهرة. الوهابي سنين وسنين على البالتوك ما غلط فيني. سنين وسنين ما غلط فيني. وجيت انت يا الشيعي تغني، انا ابرأ من هيدا المذهب. ابرأ، والليلة رح اعلن كل شيء قدام العالم. كل شيء رح اعلنه، وانت وذنبي برقبتك. فاهم؟ يا حيوان حقير.
لما تقولي انا عاهرة يعني كنت انا وامك واختك بنفس الفرشة وانت شفتني. ما في غير هذا الحل، بس انا ابرأ من هيك مذهب انت بتمثله او غرفة الغدير او 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 او. هيدا كلامك رح طلعه انا اليوم، هلا رايحة افتح روم فيك بس وبغرفة الغدير واخلاق غرفة الغدير. شوفوا غرفة الغدير اخلاق ادميريتها شو بيحكوا. واتحداك تجيب اني انا غلطت عليك بكلمة ساقطة، اتحداك. وهيدي الروم بعد مفتوحة معي، روح على غرفة نور الولاية وجيبوا اي كلمة ساقطة، انا اتحداك اتحداك اتحداك. حكيت كلمة انا غلط، كلمة ساقطة، اتحداك يا علي اتحداك. اللهم اني ابرأ من هيك مذهب انت بتمثله، لانك انت ما بتمثل على نفسك، فاهم؟ ما بتمثل على نفسك. عم بسهر ليالي وليالي انا على على بارتك وعلى منتديات وعلى وعلى وعلى. ما يجامل، ليش بده يجامل؟ ما بيعرفني اصلا. اللهم بيسمعني شو بحكي بالرومات، اللهم بيعرف شو بسوي. انا بطلت بدي احبها يا ابو حيدر. مشيت الزهراء قالت لي انا هيك الي. الوهابية ما قالوا لي هيك، الوهابية ما قالوا لي هيك يا ابو حيدر. الوهابية ما قالوا لي هيك، الوهابية ما غلطوا علي، الوهابية ما غلطوا علي. اذا واحد شيعي يقول لي هيك، اي زهراء ايدي فهموني. مش قصة، انا عارفة حالي شريف، الحمد لله الحمد لله الحمد لله. انا عارفة حالي ابو حيدر، ولكن شيعي يقول عني هيك قدام كل العالم؟ يا عيب الشو، هيدا مش شيعي وهيدا مو مذهب، ما بدي اياه هيدا المذهب. والله اليوم لا اتبرأ منكم جميعا، اقسم بالزهراء اللي انتم بتحبوه انا بحبه، اقسم بالله. انا قلت لك حسالة بس ما بتقولي انت عاهرة. بتعرف ايش كلمة عاهرة؟ تطلع من شيعي لشيعية قدام الوهابية. عارفها هيدي؟ عارفها شو معناتها؟ قبل ما يسووا لي الفضيحة ويحطوا انه انت شو حكيت على على التيست، انا رح اطلع واتبرأ من المذهب عشان ما اكون صغيرة قدام الوهابية، فاهم يا علي؟ ما عرفت حالك شو عملت معي، ما عرفت حالك شو عملت معي، ما عرفت. حسبي الله ونعم الوكيل فيك. انا ابرأ الى هذا المذهب، وهلا رايحة على اكبر روم سنية واهل التبرؤ منكم. اذا انتم يا اهل الطين ويا اهل الملة عطول لعاء، شو خليت للوهاب الكلب ابن الكلب؟ انتو ادناب، انتو ادناب للوهابية، انتو وغيرك وغدير وما غدير وموسى، انتو كلاب. ولا بهمكم المذهب، بهمكم السلطة والرئاسة، بهمكم المصاري اللي عم بتجمعوها من الخمس وغير الخمس. لو عم بتفرقوا الخمس ما كنتوا قلتوا عني عاهرة، ولكن انا لا املك الخمس، ما اتمتع معكم بالخاص مثل بنت الحسين وغيرها وغيرها. ما في حكي، ما في حكي، ما في حكي مولاي، ما في حكي. انا تبرأت خلص براءة الى الله تعالى، وتبرأ من كل الاسلام. لك هذا اسلام هيدا؟ لك هذا اسلام؟ يلعن ابوه، انا مشركة. خسيت خسيت ولا لا، وانا ذنب للوهابية. ما كانوا يا كلب لهلا خايفين مني، ما كانوا لهلا. لو انا ذنب للوهابية ما خربت بيتي يا حقير. لو انا الوهابية ابيع تسجيلاتكم للوهابية وحقارتكم بالخاص مع البنات. بس بوعدك وعد شرف ان قمتكم تنفتحوا على ايدين سمر حميد، تنفتحوا على ايدي. اقسم لك بالله لا افضحكم واحد واحد، لخلي الشيعة كلكم بالارض. اقسم بالله، اقسم بالله كل التسجيلات اللي عندي عليكم، اقسم لكم بالله، اقسم لكم بالله. نعم انا عاهرة، اشكرك اشكرك لانك طلعت منا هلا من عذاب الليالي ومن الدرس ومن كتب بخاري ومن كتب قرآن ومن كتب كافي وغيره، من البحث ومن الكتابة ومن العيون لما تسهر انت هيك عم بتريحني. اشكرك 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 بكل ما فيه من 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 قلب.
لك شو بدك بحزب الله؟ لا تخليني سب على حزب الله، لا يا حزب الله هيك سخت حزب الله، يلعن ابو حزب الله منيح. لك شو حزب الله اخر شي بده يجيب لي المسبي ويقول لي عاهره؟ اي حزب الله؟ اي حزب الله هيدا؟ وين الحزب الله؟ يا الله يا الله، انا اخر زمان يقول لي واحد شيعي عاهره. يا علي دخلك يا علي، يا علي دخلك يا علي. النعوفة أخاف، النعوفة أخاف، النعوفة أخاف، أخاف النعوفة.